السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكوليج ديال ليكزام ناسيونال 2019، لابارتي اللي كتخص لا بوليتيك مونيتير اللي كاينه في الموديول ديال ايكونومي جينيرال اي ستاتستيك. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الكور ديال لا بوليتيك مونيتير هو لي زيكزيرسيس ديالو، فغادي تلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون تحت هذا الفيديو. يعني سيروا شوفوا الكور وحاولوا تفهموه مزيان، خدموا دي زيكزيرسيس عاد باش من بعد تبعوا معايا في الكوليج ديال ليكزام. غادي ندوزو نشوفو الكوريجي ديالنا ديال ليكزام 2019 ديال لا بوليتيك مونيتير اللي كاين في الدوكيمون نيميرو 4. كوم تيتر ديال الدوكيمون هذا قالوا لنا ليكيديتي بانكير لو ديفيسيت سو كروز اون 2018، يعني السيولة المالية ديال الأبناك في العجز في التفاقم في 2018. التكست ديالنا هو هذا، قالوا لنا او ماروك لو بيزوان دو ليكيديتي دي بانك سي فيريتابلومون اكسونتيي اون 2018. Il s'est établi en moyenne en 69,7 milliards de dirhams après 40,9 milliards de dirhams en 2017 et se creuserait à 72,1 milliards de dirhams en 2019 selon les prévisions de la banque centrale. فقلنا في المغرب الخصاص في السيولة المالية بالنسبة للأبناك غادي وكتزاد، يعني داك الخصاص ديال الأبناك داك الخصاص في السيولة المالية ديال الأبناك غادي وكيتزاد. 2018 وصلت لواحد المعدل ديال 69.7 مليار ديال الدرهم بعد ما كانت يلاه 40.9 مليار ديال الدرهم في 2017، ومازال الخصاص غادي وكيتزاد حتى غادي يوصل ل 72.1 مليار ديال الدرهم في 2019 على حسب توقعات ديال البنك المغربي. Grâce à cette évolution est attribuée tout particulièrement au repli des réserves internationales nettes qui pourraient être amplifiées en cas de dépréciation du dirham et à la hausse de la circulation fiduciaire. هاد الحالة هادي راجعة بالخصوص للتراجع ديال الاحتياطي ديالنا من العملة الصعبة. فاش كنقولوا العملة الصعبة فحنا كنهضروا على الدولار والاورو والين، واللي ممكن تزاد هاد الحالة هادي ممكن تزاد الى طاحت القيمة ديال الدرهم، يعني الى طاحت القيمه ديال الموني ناسيونال ديالنا غادي تزاد هذا التفاقم هذا، وراجع حتى الارتفاع ديال لا سيركولاسيون فيديسيير. فاش كنقولوا لا سيركولاسيون فيديسيير فحنا كنهضروا على الفلوس اللي كيسيركوليو في ليكونومي ديالنا، يعني الارتفاع ديالهم اللي ولات كتداول بزاف. Dans ces conditions, la banque centrale a augmenté le volume de ses injections de liquidité qui a atteint en moyenne 62,5 milliards de dirhams, dont 59,6 milliards de dirhams sous forme de réserves à 7 jours, tout en conservant le taux directeur inchangé à 2,25%. وصلت هذاك المعدل ديال الضخ ديالو ديال العملات ديالنا وصلت حتى 62.5 مليار ديال الدرهم، فيها 59.6 مليار ديال لي زافونس ا 7 جوغ، مع انه خلى لوطو ديريكتور ديال 2.25%. لوطو ديريكتور كيف قلت لكم من قبل هو هذاك لوطو باش لا بانك سنترال كيسلف لي بانك كوميرسيال، واللي بدورهم على هذاك لوطو ديريكتور كي ابليكي واحد ليطو اخرين باش كيولي عندنا لو طو دانتيري اللي كياخذوه لي كونسوماتور فينال، يعني الناس اللي كياخذوا لي كريدي الاخرين. هذا هو التكست ديالنا ديال لا بوليتيك مونيتير اللي كاين في ليكزام 2019. غادي ندوزو دابا نشوفو لي كيسيون اللي كيتعلقوا بهذا الدوكيمون هذا. كيسيون ا قالوا لنا ريليفي اول حاجه اون كومبوزون دو لا ماس مونيتير، يعني مكون من المكونات ديال لا ماس مونيتير. Une contrepartie de la masse monétaire, يعني شنو كاين في المقابل ديال la masse monétaire. Une action de la politique monétaire, يعني خرج لينا une composante de la masse monétaire, une contrepartie de la masse monétaire, une action de la politique monétaire. B, قالوا لنا expliquer le passage en gras souligné, يعني شرح لينا هذيك الباساج اللي en gras souligné اللي كاين في التاكست. فكنتمنى دابا ديروا بوز ديروا شي محاوله باش تجاوبوا على لي دو كيسيون هادو ديال A و B عاد باش من بعد تزيدو شوفو الكوريجي. فكنتمنى تكونو درتو بوز درتو شي محاولة باش تجاوبو على لي دو كيسيون هادو. غادي ندوزو دابا نشوفو الكوريجي ديالنا. غادي نبداو بالريبونس على الكيسيون أ اللي قالو لنا فيه غلوفي اون كومبوزون دو لا ماس مونيتير، اون كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير، اون اكسيون دو لا بوليتيك مونيتير. غادي نبداو بأول وحدة اون كومبوزونت دو لا ماس مونيتير اللي عندنا هي لا سيركيلاسيون فيديسيير، يعني مكون من المكونات ديال لا ماس مونيتير هو لا سيركيلاسيون فيديسيير، يعني العملات النقديه اللي كتسيركولي في الايكونومي ديالنا، يعني 100 درهم 200 درهم
50 درهم et ainsi de suite. Maintenant, une contrepartie de la masse monétaire, غالباً كتكون هي le réserve internationale net. عندنا اون اكسيون دو لا بوليتيك مونيتير. اول وحده غادي نعطيكم هي لانجيكسيون ديال 59.6 مليار ديال الدرهم سو فورم دي زافونس ا 7 جور. فهادي سي اون اكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي دارتها باش تاثر على السيوله الماليه باش تاثر في المارشي مونيتير ديالنا. ثاني وحده عندنا هي المانتيان دي تو ديريكتور انشانجي، يعني خلاو لو تو ديريكتور ما بدلوش، خلاوه فيكس في 2.25%. هكا غادي نكونوا جاوبنا على الكيسيون ا اللي قالوا لنا فيه غولوفي اون كومبوزونت دو لا ماس مونيتير اون كونتر بارتي اي اون اكسيون دو لا بوليتيك مونيتير. دابا غادي ندوزو نجاوبو على الكيسيون بي اللي قالوا لنا فيه اكسبليكي لو باساج اون غرا سوليني، داك الباساج اللي عطيتو لكم انا في التكست اللي اون غرا مسطر عليه شرحوا لينا نتوما. كوم ريبونس على الكيسيون بي فقالوا لنا لي اريان اللي هما لي ريزيرف انترناسيونال نت étant la différence entre les entrées et les sorties des devises, يعني الغزاف international net ديالنا هو الفرق ما بين l'entrée des devises و sortie des devises. يعني كناخدو العملة الصعبة اللي دخلت لعندنا كنقصو منها العملة الصعبة اللي خرجت، داكشي اللي كيبقى لينا هو الغزاف international net. Une dépréciation du dirham entraînera une sortie de devises plus importante. يعني فاش كنقصو من القيمة ديال الدرهم ديالنا فهذا كيعني غادي يكون عندنا واحد السورتي ديال الدوفيز اللي غادي يكون مهم بزاف. علاش؟ عندنا الغونشيغيسمون دي زامبورطاسيون ماروكان اكسبريمي اون دوفيز الورديسمون دي سيرفيس دو لا ديت. حنا فاش كنقصوا من القيمه ديال الدرهم ديالنا يعني الواردات ديالنا يعني لي زامبورطاسيون ديالنا فغادي يوليو يجيونا غاليين بزاف. علاش؟ حيتاش القيمه ديال الدرهم ديالنا ناقصه. وبالنسبه لي زيكسبورطاسيون فحنا غادي نكسبورطيو السلعه اللي غادي تكون رخيصه بزاف. يعني في الامبورطاسيون ديالنا غادي يكون واحد السورتي ديال الدوفيز كبير بزاف، وفي لي زيكسبورطاسيون غادي يكون لونطري ديال الدوفيز اللي غادي يكون قليل. اي انسي ان بويزمون دون لي ريزيرف دو شونج، يعني غادي نبقاو نستهلكو من لو ريزيرف دو شونج ديالنا. لي اريان اللي هما لي ريزيرف انترناسيونال نت ايتون ديجا اون بيس لو روبلي فا انسي سامبليفي، يعني لي ريزيرف انترناسيونال نت ديالنا اللي غادي وكينقص فهداك النقصان ديالو غادي يبقى غادي وكيزيد. فهذه هي ليكسبليكاسيون ديال الباساج لي اون غرا سوليني اللي عندنا في التكست. فبغيت غير نفكركم ان الاجوبه ديالكم ماشي بالضروره تكون 100% بحال هادو اللي عطيتكم هنايا، يكفي ان الجواب ديالكم يكون غادي في نفس السياق وعندو نفس المعنى باش المصحح يحسبوا ليكم صحيح ان شاء الله وتجيبوا نقطه مزيانه وموسيو مزيان. هكا غنكونوا سالينا الكوريجي ديالنا، فكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عندكم شي استفسار ولا مفهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير. لا تنسوش باش تشجعوني ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.